وافق مجلس الشورى خلال جلسته 14 من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وافق على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على لجنة التوصية. ويهدف المرسوم بقانون إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يخطر المجلس بردود أصحاب السعادة الوزراء على الأسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التي شملت أخذ الرأي النهائي بشأن 3 مشاريع بقوانين تضمنت التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية. كما قرر المجلس إعادة المداولة في مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المعنية لمزيد من الدراسة. واختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة 26 للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، واجتماع الفريق القانوني المنعقد في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 15 حتى 19 من سبتمبر 2019.